اليوم انا جيت على جنديريس من اجل الاطفال اللي صابوا هلع وخوف من اثار الزلزال الحاصل من مدي في سوريا وتركيا. الدعم النفسي هو حاليا هو لازم يكون موجود بين مراكز ايواء او المخيمات او مكان يكون في اطفال طلعوا من تحت اثار الدمار حتى تتغير نفسيتهم، حتى ما يتاثروا اكثر، حتى يبتعدوا عن الخوف، يبتعدوا عن الهلع اللي صابهم، ويصير عندهم شيء اسمه بسمه مبدئي لبين ما يكونوا في مكان امن. جيت لهون لقيت مركز ايواء ومكان مدمر، وانا بالاستغراب انه استغربت انه نفس المكان اللي صار فيه دمار عاملين مركز ايواء، وهذا الشيء بيخليك تحزن انه لسه بيوتهم وذكرياتهم وذكريات طفولتهم او موجوده هون، هي اللي سببت انه نحن لازم نتم جنب بيتنا، جنب حارتنا اللي نحن فيها. بصير ناخذ من جيب البابا او الماما؟ لا. اليوم والله يجوا المغرجين يلعبونا وحركات، والله يعطيهم العافيه وما قصروا معنا. كان لابس عمه دب، وكان لابس واحد طاقيه حمراء ومغرج ولعبونا. بس خلينا نفرزك. Ready?